السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني، واهلا وسهلا بكم في اول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. الشرف بكم اخواني الاعزاء، واليوم احنا عندنا درس. كثير من الاخوان الاعزاء طبعا اللي يعلقون على القناة واللي مشتركين بالقناة، اخوان اعزاء من العراق الحبيب ومن العالم العربي ومن العالم، اخوان الاعزاء دائما يطلبون قضية الريشة، لان الكثير من الاخوان الاعزاء اللي متطرقين له او متحدثين عليها في اليوتيوب غيرهم، اكو فيهم متخصصين وفيهم غير متخصصين، ولديهم ايضا عدم تحديد المشكله الرئيسيه اللي هي موجوده بالريشه عند الطالب المبتدئ. طيب، اول قضيه، احنا عندنا دورات اونلاين اشتراك، 8 محاضرات شهريا. اللي يحب يشترك يتصل في الواتساب، رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو، حتى يقدر يشترك بعد طبعا ما يبعث المبلغ. هذه واحد. اثنين، في كثير من الناس اللي يقولوا لي احنا وضعيتنا انه انا مو مبتدئ، انا متوسط، واريدك انه تشاهد الفيديوهات مالتي حتى تقول لي صديقي، يعني انت تقول متوسط زين، انا شو اقول عن نفسي؟ يعني انا هسه اذا محترف، انا محترف وما اقول محترف، فانت تشترك، تريد تشترك بالدورة، عندك نقصات تشترك على رقم الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله. عندك غير مشكلة استفسار مأدي، أنا ما خالي التليفون للاستفسار، خالي لقضية الاشتراك والدروس. لاحظ أمامكم هذا التمرين اللي هو أمامكم، يقوي النوطة، وأيضا إذا تلاحظوا محدد، طبعا هو من مقام العجم أو أكاديميا يقال عنه سلم العجم. فتلاحظ طبعا المفتاح الموسيقي، الوزن الموسيقي 4x4، يعني 4 ضربات في البار الواحد، ومن ثم عدد الريش اللي هي هابط صاعد يعني إلى الأسفل. احنا عندنا باللغة وخاصة في العراق انه هاي رقم 8 يعني إلى الأسفل، وعلامة النصر إلى الأعلى يعني 7 إلى الأعلى. طبعا هذا التمرين مهم جدا تاخذونه مرة، يتم أخذ التمرين في أول مرة بطريقة 8 إلى الأسفل وإلى الأعلى، بالطريقة الثانية تأخذ التمرين 7 فقط إلى الأعلى، راح تتقوى. وفي الحقيقة أنا مضطر أنه أتحدث في اللغة العربية، لأنه هناك أخواننا الأعزاء في العالم العربي وخاصة في دول المغرب العربي اللي هو من الممكن ما يفهمني باللغة أو اللهجة العراقية. فهذا عندنا موضوع تلاحظ أمامك، فقدامنا ناخذ الدو من هو دو دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول، دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو. نعيد، دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو، مي ري دو، لين تيكي تك. ثم البار الثاني، ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري، مي فا صول لا سي دو ري مي ري دو سي لا صول فا مي ري. نعيد، دو ري مي دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو، ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري، مي فا صول لا سي دو ري مي ري دو سي لا صول فا صول فا مي صول لا صول فا مي فا مي ري دو مي صول دو
هذا هسه احنا نلاحظ امامكم طريقة التمرين اللي هي متواجدة امامكم، دو مي صول دو، هذا يسمى اربيج. ثم السطر الثالث ري مي ري دو لا سي لا صول مي فا مي ري دو، ممكن هذه 7/8 هابط صاعد وممكن تستخدمها في الدش. يجي بعدها صول لا صول فا مي فا مي ري دو مي، شوفنا نلاحظ دو مي صول دو. اعيد لكم يا البا صول لا صول فا مي فا مي ري دو مي صول دو. اخوان الاعزاء طريقة العزف راح اعطيكم السطر الاول والكل يمشي نفس الترتيب، فيصير عندك كالتالي، يصير عندك دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو. اوكي ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي صول لا صول فا مي فا مي ري دو مي صول دو. فانت شلون راح تسويه؟ طريقة التمرين مالتك راح تكون طبعا مع الوزن مع المترونوم الايقاع، تخليه على وزن 70، تخليه بعدين من هذا فتصير عندك بعدين تلقائيا يعني. تستخدم هذا التمرين بعدين تستخدم 7. طبعا هذه الريشة ما معطينها كثير ولا مطرقين لكون هي المفيدة والأساسية لعازف عود حتى تكون عنده ريشة أوكي ومضبوطة 100%. تحياتي لكم، لا تنسون الاشتراك في قناتي، وايضا اللي يحب يشترك بدورات الاونلاين حتى نعطيها بالتفاصيل الدقيقه مع الطالب وحاضرين. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.